نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء تميل إلى الحرارة، وتصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها خلال هذه الليلة ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. الأجواء المتوقعة خلال أو الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء لا زالت تميل إلى الحرارة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 39 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 11%، أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا شمالية شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تستمر معنا مائلة للحرارة، ومتوقع أيضا سرعة رياح راح تستمر معنا حول هذه المعدلات ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة راح تتفاوت ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية، سماء صافية بشكل عام وخالية من السحب. الأجواء المتوقعة خلال نهار يوم الغد أجواء راح تكون حارة إلى شديدة الحرارة في بعض المناطق، متوقع تتفاوت درجات الحرارة ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في معظم المناطق البرية، هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية بشكل عام البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 5 أقدام. الأجواء راح تكون لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية، ونذكركم أن التيارات المائية لا زالت ضعيفة في فترات الفساد. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير الساعة 3:13 دقيقة، شروق الشمس الساعة 4:48، وموعد أذان المغرب الساعة 6:47 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، في يوم الغد أجواء راح تكون شديدة الحرارة، قد تصل العظمى في مدينة الكويت إلى 46، أما الصغرى المتوقع 32 درجة مئوية، هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، سماء صافية بشكل عام وخالية من السحب، لكن في يوم الأحد قد نلاحظ تحول في اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية راح تستمر معنا خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة، عبور السحب أيضا راح يكون وارد ومستمر معنا، قد تصل العظمى إلى 46، أما الصغرى 33 درجة مئوية، عودة للرياح الشمالية الغربية في يوم الأثنين وراح تستمر معنا إلى يوم الأربعاء خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، ودرجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 45، أما الصغرى راح تتفاوت ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وعودة للجانب الآخر من الاستديو لاستكمال ما تبقى من النشرة.